بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35 بعد 100. كل الصور التي أصبحت ضرورية كصور الحفيظة، صورة النفوس أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة، فهذه تباح بقدرها فقط. وأما ما عداها التصوير للذكريات أو لتبادل الصور أو غير ذلك فهذا أمر محرم، لا سيما إذا كان فيه فتنة، المرأة تنظر إلى صورة رجل نظر شهوة أو الرجل ينظر إلى صورة امرأة نظر شهوة، فهذا فيه زيادة تحريم لأنه يصبح مدعاة إلى المحرم. نعم. من أسئلتها تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، أقوم أحيانا من الليل فأصلي ما شاء من صلاة والحمد لله، وسمعت بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والحديث معروف، ولكن يمتلكني خوف شديد وأنا أتخيل عظمة الله عز وجل، فلا أقوم من مضجعي مطلقا، بل أسبح وأستغفر وأقرأ آخر سورة البقرة خائفة وجلة، فما حقيقة ذلك الخوف علما بأنه ينقص عني بالتدريج؟ وجهوني مأجوري. هذا تثبيط من الشيطان، عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان، أن تقوم إلى التهجد وانتهاز فرصة النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر كما صح ذلك في الحديث، أن تكون حاضرة في هذا الوقت مع ربها سبحانه وتعالى في دعائه وسؤاله واستغفاره سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، على سبحانه والمستغفرين بالأسحار، على سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إما رزقناهم ينفقون. فعليها العزم على القيام وتصلي ما تيسر لها وتختم ذلك بالوتر وتشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار، وتسأل الله ما تريد من صلاح دينها ودنياها. نعم. ولا يعوض عن هذا بقاها نائمة وأنها تستغفر وتدعو وأنها تقرأ من القرآن، هذا لا يعوض عن قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ السائلة: إذا استيقظت ولم أجد الماء هل أتيمم، علما بأن الماء قد يكون موجود ولكن في فناء المنزل ويصعب علي جلبه في تلك الساعات من الليل، ماذا أفعل في تلك اللحظات؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. إذا وجد الماء والإنسان يقدر على استعماله ليس فيه مرض ولا والماء كثير يكفي لحاجته ويكفي لوضوئه، فإنه لا يجزي التيمم، لأن الله جل وعلا لما أمر بالوضوء على الاغتسال قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لهذا الشرط فلم تجدوا ماء. فالتيمم إنما يشرع لسببين: السبب الأول أنه لا يجد الماء، والسبب الثاني أنه وجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله للمرض، فهذا يتيمم. أما ما دام الماء موجودا وهو قادر على استعماله غاية ما يكون إنه يحتاج إلى إحضار أو يحتاج إلى أن يذهب إليه في ناحية البيت أو قريبا منه، فإنه لا يجزيه التيمم. أحسن الله إليكم. السائل هشام كاف من الخرطوم له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما الحكمة من خلق الجنة والنار قبل خلق الناس وقبل يوم الحساب؟ أولا هذا السؤال لا داعي له، الإنسان يسأل عما يحتاجه من أمور دينه، أمور عقيدته وأمور عبادته وأمور معاملاته، يسأل عما يحتاج له. أما لماذا خلقت الجنة والنار قبل الناس، هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، يقول: في الآية الكريمة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ما معناه: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هل معنى ذلك إذا
أذهبنا الله عز وجل لا نبعث يوم القيامة ولا نحاسب، أم كيف يكون التفسير لهذه الآيات وهذا الحديث؟ تفسير لهذه الآيات التحذير من التساهل في طاعة الله سبحانه وتعالى، والتساهل في فعل المحرمات، التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله هدد العباد أنهم إذا لم يقوموا بما أوجب الله عليهم فإن الله قادر على أن يهلكهم ويأتي بقوم خير منهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأما الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون يغفر لهم، بهذا الشرط ويستغفرون، وذلك ليظهر فضل الله سبحانه وتعالى ويظهر أثر اسمه الغفار والغفور. هذا فيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، وأنه يحب منهم أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه. ولو لم تحصل ذنوب ما حصل هذا الفضل العظيم وهذا التفضل من الله سبحانه وتعالى، لتظهر آثار أسمائه وصفاته، يظهر آثار الانتقام من العصاة، ويظهر آثار المغفرة للتائبين، ويظهر آثار الإجابة للسائلين وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ في سؤال له أيضا: قسم الله عز وجل الناس إلى 3 أقسام في سورة الواقعة، فهل هذا التقسيم يشمل جميع الأمم أم هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يدخل أصحاب الكبائر في جملة أصحاب اليمين أم أنهم من أصحاب الشمال؟ هذا التقسيم شامل لجميع الأمم: كنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون أصحاب الميمنة هم الأبرار، والسابقون أعلى منهم درجة وأفضل منهم. وأما أصحاب المشأمة فهم الكفار والعياذ بالله والمنافقون. وأهل الإيمان على 3 مراتب: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق إلى الخيرات، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه. وهذا هو المسلم العاصي الذي عنده شيء من المعاصي لكنه عنده أصل التوحيد وأصل الإيمان، ولكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، هذا هو الظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، وهو الذي ترك المعاصي وأدى الواجبات لكنه قد يترك المستحبات ويفعل شيء من المكروهات، هذا مقتصد. والسابق بالخيرات، هذا هو أعلى الدرجات، الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع، فهذا هو السابق بالخيرات. نعم. أحسن الله منكم شيخ. يقول: في مسألة عذاب القبر ذكر حال المؤمن وحال الكافر من حيث العذاب الذي يلقاه كل واحد منهما، فكيف يكون حال المؤمن العاصي؟ نعم، المؤمن العاصي إذا كانت معصيته دون الشرك فكما بينا الجواب الذي قبل هذا أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بذنوبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة لها مجموعة من الأسئلة، تبدأ هذه الرسالة فضيلة الشيخ وتقول: ما هي العدة التي يجب أن تعتد بها الزوجة المتوفى عنها زوجها الغير مدخول بها؟ العدة هي مثل المدخول بها: 4 أشهر، 10 أيام، المدخول بها وغير المدخول بها كلاهما سواء. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا شامل للمدخول بها وغير المدخول بها. تعتد 4 أشهر 10 أيام وتجتنب الزينة والطيب والتحسين، و تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة. نعم. تكون السائلة: ما هي الأشياء والأسباب التي تدين العشرة الزوجية فضيلة الشيخ؟ معرفة كل من الزوجين بحق الآخر، والتسامح أيضا عن التقصير الذي يحصل من أحدهما، هذا مما يسبب بقاء العشرة، تسامح وعدم المؤاخذة كل من الزوجين لصاحبه إذا أخطأ في حقه، وبعد معرفة حقوق الزوجية. نعم. أحسن
الله إليكم من أسئلة لا تقول حفظكم الله. إذا طلبت من والدتي الدعاء ووالدتي تتوسل أحيانا في دعائها بالأولياء والصالحين، فهل هذا الدعاء دعاؤها مستجاب على هذه الحال؟ هذا الدعاء مبتدع، توسل بالأولياء والصالحين بدعة وهو وسيلة إلى الشرك. وإن كان قصدها بالتوسل بالأولياء والصالحين أنها تذبح لهم أو تنذر لهم أو تستغيث بهم فهذا شرك أكبر. أما إن كان قصدها أنها تدعو الله عز وجل وتوسل بالصالحين أي بواسطتهم وبجاههم دون أن تشرك بهم أو أن تدفع أو أن تذبح لهم أو أن تعمل لهم شيئا من العبادة، تقصدهم بشيء من أنواع العبادة، فهذا يعتبر مبتدع. توسل بهذا المعنى مبتدع، والواجب على المسلم أن يدعو الله مباشرة. والتوسل إلى الله إنما يقوم بما شرعه الله من الأعمال الصالحة، أو يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء، يعني يطلب منهم أن يدعو له، هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بجاه الصالحين أو بحق الصالحين أو بمنزلة الصالحين فهذا أمر لا يجوز وهو مبتدع. إذا أردت تطبيق سنة ما لا أطبقها حتى أستيقن من نفسي بأنني سأداوم عليها كركعتي الوضوء مثلا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أدومها وإن قل الحديث، فما هو رأي فضيلتكم فيما أفعل؟ ليس بلازم المداومة، مداومة إذا حصلت فيها خير، وإن لم تحصل فالإنسان ما يترك الأعمال الصالحة والنوافل بل يعملها ولو لم يداوم عليها، لأن أعمال الأعمال الصالحة فيها خير، لكن إن حصلت المداومة عليها وهي مشروعة فهل مواصلة للخير وأعظم أجرا. وأما إذا لم يستطع المداومة أو لم يلتزم بها إنه لا يترك العبادات، يقول أنا ما أعملها، ما يترك النوافل، يقول أنا ما أعملها إلا إذا كنت سأداوم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، هل هناك آيات أو أذكار ممن يعين على عدم النسيان وخاصة أثراء الدراسة؟ هذه الآيات أكررها حتى لا أنسى. أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء أن تقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا فهم سليمان فهمني، أو تقول اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت، اللهم أعني على طلب العلم وعلى استحضار الجواب الصحيح وما أشبه ذلك، استعانة بالله عز وجل، تضرع إليه، الله قريب مجيب. جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى وصلت من نور الهدى تقول في هذا السؤال، امرأة ادها ودهنت شعرها بزيت الزيتون، فتوضأت بعد ذلك مباشرة، فما الحكم في هذا الوضوء؟ لا بأس بذلك، لأن الدهان لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا مانع أن الإنسان يعمل الدهان على جلده ويتوضأ بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نور الهدى، في سؤال لها تقول، هل يجوز أن أهدي تلاوة القرآن إلى أبي وأمي وهما على قيد الحياة؟ وماذا إذا كان أحدهما أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ما الذي يصل إليهما؟ الصحيح أن قراءة القرآن لا تهدى لا للأحياء ولا للأموات لعدم الدليل على ذلك. الأصل أن ثواب العمل يكون للعامل، إلا إذا دل الدليل على جواز إهتائه لغيره، مثل الدعاء، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، هذه الأمور دل الدليل على إهدائها للأحياء أو للأموات. وأما ما لم يدل الدليل عليه فالأصل أنه لا يجوز. هذا السائل من اليمن يقول في سؤاله هذا فضيلة الشيخ، يقول البعض بأن من زاد في ركعات القيام عن 11 ركعة بأنه خالف السنة، هل هذا القول صحيح؟ وما هي السنة في ذلك في صلاة التراويح؟ هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يقوم من الليل ما تيسر له ويختم ذلك بالوتر، وإذا فعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا عمل طيب، لكن ليس العمل محصورا على هذا، وإنما يجوز للإنسان أن يتنفل بما يسر الله له وأن يختم ذلك بالوتر تراويح وغيرها في رمضان وغيره، ليس هناك حد محدد في صلوات النوافل أو في التراويح أو في قيام الليل، الإنسان يصلي ما تيسر له، ولكن في التراويح خاصة
الصحابة رضي الله عنهم صلوا التراويح 23 ركعة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه خلف إمام واحد، وفي هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار، دل على أن الأفضل في صلاة التراويح أن تكون 23 ركعة، وليس هذا بواجب، لو زاد أو نقص الأمر في هذا واسع. بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يحدد عليه الصلاة والسلام، المجال مفتوح ولله الحمد، لكن إذا عمل الإنسان في التراويح بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم باقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، أو عمل بما فعله الصحابة من جعل صلاة التراويح 23 ركعة، فكل هذا جائز والحمد لله والأمر واسع. نعم، الحمد لله، جزاك الله خير. يقول السائل من اليمن: ما حكم الدم النازل من الأنف الرعاة أثناء الصلاة؟ هل يبطلها؟ إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإذا انتقل الوضوء بطلت الصلاة، أما إذا كان يسيرا فهذا لا يؤثر. نعم. يقول أيضا من أسئلة: حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكر في الصحيحين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ما معنى المباشرة هنا؟ لمس، معناها لمس المرأة، يجوز أنه يباشر زوجته وهو صائم، يعني يلمسها أو يقبلها إذا كان يملك نفسه عن الشهوة. عائشة تقول إنه صلى الله عليه وسلم كان أملككم لجلبه. الشاب والشابة واللي يخشى منهم تحرك الشهوة لا يجوز لهم تقبيل ولا يجوز لهم المباشرة وهم صيام. أما الإنسان الذي عنده منعة في شهوته ولا يخشى من تحرك الشهوة فلا بأس بذلك. نعم. يكون السائل: كم دينة القتل في الشريعة الإسلامية؟ دينة القتل تختلف، دينة القتل العمد 100 من الإبل مربعة أو مثلثة، منها 40 في بطونها أولادها، وأما في قتل الخطأ 100 من الإبل تكون مربعة، 25 بنت لبون و 25 بنت مخاض و 25 بنت لبون و 25 حقة و 25 جذعة مخففة، لأن تكون مربعة. نعم. يقول السائل: والدتي حجت هي ومجموعة من النساء، وكان محرمها أخي، ولكنها لم تذهب معه وإنما استقبلها في المملكة أخي، فما حكم الحج؟ أفتونا مأجورين. نعم. يقول السائل: والدتي من اليمن حجت هي ومجموعة من النساء، وكان محرمها أخي، ولكنها لم تذهب معه وإنما استقبلها في المملكة، فما الحكم في الحج؟ أفتونا مأجورين. المحرم يستمر مع المرأة في الحج، يستمر معها محرمها من خروجها من بلدها إلى أن ترجع إليه، أنها بحاجة إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فلا يتركها محرمها، ولا يكفي كونها مع جماعة نساء، هذا لا يكفي عن المحرم، ولا يكفي أن محرمها يستقبلها في المطار، هذا كله ما يكفي عن المحرم. فلا بد أن يكون المحرم معها من إنشاء السفر إلى إنهاء السفر. نعم. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى الجزائر، وهذه رسالة موقعة باسم فتاة الإسلام من الجزائر، لها مجموعة من الأسئلة. تقول فضيلة الشيخ: بأنني مريضة بالروماتيزم، هل أخبر من يتقدم لخطبتي بمرضي أم أسكت؟ إذا كان مرضا يظهر ظاهر على الجسم فإنها تذكر هذا له، أما إذا كان مرضا خفيفا أو يأتي يذهب فقل من الناس من يسلم من الأمراض والعوارض فلا تذكر ذلك له. نعم. تقول: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة وعليها ثياب فيها زينة؟ لا يجوز لها أن تتزين بالثياب أو تتطيب، إنما هذا في حق الزوجة مع زوجها. أما ينظر إليها، ينظر إلى وجهها في حضور محرمها وبغير خلوة وبغير زينة أيضا، فلا بأس بذلك. نعم. تقول الأخت من الجزائر أيضا: الرجال عندنا يسيرون الثياب، وإذا نصحناهم يقولون بأن الإسلام ليس في المظهر، فبماذا توجه هنا مثل هؤلاء مأجورين؟ بل الثياب وهو ما نزل عن الكعبين هذا محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للرجال أن يسبلوا ثيابهم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب.
قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خللا لم ينظر الله إليه، أي حد لباس الرجل إلى الكعبين، هذا هو حد لباس الرجل. وقولهم إن الإسلام في القلوب هذا كلام باطل، الإسلام في القلوب يظهر على الجوارح بالالتزام وطاعة الله ورسوله، أما أنه يباشر المعاصي ويسب الثياب ويعمل المحرمات ويقول الإيمان بالقلب هذا كلام باطل، وكثير ما يردده بعض الجهال أو بعض أصحاب الأهواء. نعم. نختم هذا اللقاء برسالة الأخت من الجزائر، سؤالها تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عادتي بأنني أصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، ولكن أمي تحاول أن تمنعني وخاصة في الصيف، وتقول: لا تصومي إنك صغيرة، وتحلف علي كي أفطر، ولكنني لا أفطر لأن هذا صعب علي ويحزنني جدا، ولأني أمرض كثيرا أجد في الصيام لذة وطمأنينة وراحة، والصيام يساعدني على تخطي آلامي وأحزاني، فهل أنا آثمة بتحليف أمي؟ وجهوني مشكورين. هذا عمل طيب، الصيام الاثنين الخميس ثلاثة أيام لكل شهر هذا أمر مشروع، إذا كان هذا لا يؤثر على صحتك ولا يمنعك من البر لوالدتك ولا يمنعك من العمل الذي تحتاجين إليه ويحتاج إليه أهل بيتك، فالصيام طيب، وبإمكانك أن تقنعي والدتك لأنه لا حرج عليك وأنك تجدين في ذلك لذة ومعونة على الطاعة، إنما غرض الوالدة هو الشفقة، فإذا بينت لها أن هذا شيء يسعدك وأنه يسرك وأنه يقويك ويعينك على الطاعة، أنا أعتقد أن الوالدة ستمانع في هذا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ.